أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاقات التعاون الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والوثيقة بين مصر والمجر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. كما بحث رئيس السيسي خلال استقباله رئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في سياق آخر، شدد الرئيس السيسي على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مؤكداً أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة أوشكت على التوصل لتمديدها لمدة 2 يومين إضافيين. وأشار رشوان إلى أن الهدنة الممتدة ستشمل الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى وقف إطلاق النار في كل القطاع ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود. رحب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بالهدنة الحالية في غزة داعيا إلى استكمالها. وخلال استقباله رئيسة المجر، شدد جبالي على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع. من جانبها، أكدت رئيسة المجر تطابق الرؤية المجرية مع الرؤية المصرية من خلال ضرورة حل الدولتين كأساس لاستقرار المنطقة والسلام في الشرق الأوسط، مشيدة بجهود مصر في التوصل إلى الهدنة وتسهيل إدخال المساعدات إلى القطاع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 595 عسكرياً أوكرانياً وإسقاط صاروخي S-221 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال 24 ساعة الأخيرة. وأشارت الوزارة إلى أن أكبر خسائر الأوكرانيين كانت على محور كرانسي لمناسك في دونيتسك، حيث صدت القوات الروسية هجوماً أوكرانياً، فيما بلغت خسائر كييف 280 عسكرياً. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمحافظات في المجالات المختلفة. وخلال اجتماع آخر، تابع مدبولي عددا من ملفات عمل صندوق التنمية الحضرية وموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات، حيث استعرض موقف مشروعات حدائق الفسطاط وإعادة إحياء القاهرة التاريخية. وخلال اجتماع ثالث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجه مدبولي الجهاز بتنظيم مسابقتين لسد احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين في عام 2024، إحداهما في يناير والثانية في يونيو.